حذر المتظاهرون من أبناء الكود الحكومة المركزية والأحزاب المتنفذة من تسويف قضيتهم وضياع دماء الشهداء وحقوق الآخرين، معبرين عن استيائهم حول تعامل الأحزاب مع قانون الانتخابات والاستخفاف بمطالب الشعب الذي خرج من أجل الإصلاح. مر عام كامل على خروج التظاهرات والشعب العراقي بهذه المظاهرة المليونية الإصلاحية، وإلى الآن للأسف الشديد نرى تسويف ومماطلة من قبل الأحزاب السياسية الفاسدة. للأسف الشديد لم نلقى استجابة واضحة للأحزاب السياسية تحاول أن تتراوغ مع الشعب العراقي وتحاول أن تكسب الوقت. اليوم نحن مصرون على تغيير المنظومة السياسية بالكامل. نحن نريد قانون انتخابي عادل على أساس دوائر متعددة، والانتخاب يكون به فردي، وكذلك قانون مفوضية، وكذلك انتخابات إشراف أممي وإشراف من مجلس القضاء الأعلى، كذلك الحكومات المحلية، حكومات محاصصة، حكومات أحزاب سياسية تحاول أن تكسب مجموعة من الامتيازات وغيرها. اليوم أعطينا دماء، أعطينا تضحيات في سبيل أن ينتقل البلاد من حالة البأس وحالة الفساد الإداري والمالي إلى حالة من الرفاهية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ العراق وشعب العراق. تظاهرت اليوم من ساحة تظاهرات واسط تكريما للشهداء والثورة تشرين على العموم، والغاية من عندها أيضا المطالب المركزية. المطلب الأساسي والرئيسي بعد دماء شهدائنا هو مطلب قانون انتخاب عادل. قانون انتخاب عادل حاليا الأحزاب جاي تسوف وتحاول أنه ترجع بالقانون إلى ما كان، قانون سانت ليغو، قانون دوائر معروفة، يحاولون. احنا مطلبنا الرئيسي قانون انتخاب عادل، مستمرين، لابد من تحديد موعد انتخابات وإقامتها بموعدها المحدد، وإن شاء الله إذا ما تصير تعديلات حقيقية وإصلاح حقيقي الثورة ما راح تنتهي وراح تستمر، ومستمرين إن شاء الله. وفاء لدماء الشهداء، وفاء للعراق، وفاء لوطن قد نهب قد سرق من قبل الأحزاب التي تحكمهم من 2003 لحد الآن، ولكن لم نرى أي تعاطف من قبل منظمات العالمية ومنظمات ما يسمى بالأمم المتحدة، ما يسمى باليونسكو، ما يسمى باليونسيف. كل هذه تخلت عن الشعب العراقي وتركته يمنه في وسط هذه المعمعة، هذه الأحزاب. لم نرى بالحكومة المركزية أي تعاطفا، يعني بعد حكومة السيد الكاظم لم نرى تقديم فاسد أو تقديم قاتل أو حتى الزج بتلك الأحزاب إلى 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 القضاء. إلى الآن ما زالت هناك انتخابات، ما زالت هناك الاتفاقات السرية، ما زالت هناك ما يطبخ بالغرف السرية السياسية. كل هذا في سبيل أن يبقى الشعب في هذا الوضع، علما أنه في تقرير للشفافية العالمية أن العراق يتوسط العالم للمجاعة في المنتصف، يعني سنة 2020 العراق يعاني من مجاعة، إذا 2021 مع وجود الرواتب الفلكية لتلك الحكومات، ماذا سيحدث الشعب العراقي؟ اليوم الشعب العراقي يعاني أغلب أكثر من نصفه تحت خط البطالة، شباب عاطلين، عوائل تسكن العشوائيات،